اسمي الدكتورة شذا محمود صالح، وستأحدث اليوم عن الدكتوراه في السمع والتوازن من جامعة لندن. الخبرات السابقة: لقد كنت كبير أخصائي السمعيات بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، كما كنت أخصائي سمعيات أول بنفس المستشفى، وعملت كباحث مشارك فخري في جامعة لندن، وكنت الرئيس المنتخب للأكاديمية العربية للسمع والتوازن لعامي 2015 و2016 ميلادياً، وعملت كدكتور متعاون مع جامعة الأميرة نورة وجامعة الملك سعود كذلك، كما عملت كزميل فخري للبحوث السريرية بمستشفى Royal National Nose Throat and Ear Hospital بلندن، وكنت زميلاً فخرياً إكلينيكياً بنفس المستشفى، كما عملت كمدربة أو مدرسة إحصاء لطلاب التعليم العالي في جامعة لندن Statistic Tutor في University College London Ear Institute، وكنت محررة في منشور مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. العمل والمهام الحالية: حالياً أعمل كاستشارية سمعيات ورئيسة وحدة السمعيات بمركز الملك عبد الله التخصصي للأذن في الرياض بمستشفى الملك عبد العزيز الجامعي منذ عام 2017، وأنا رئيسة الجودة بذات المركز، وكذلك مديرة برنامج الدبلوم العالي السريري في السمع والتوازن بمستشفى الملك عبد العزيز الجامعي منذ عام 2018. وحالياً أنا عضوة ممثلة للسمع والتوازن بالمجلس العلمي للتأهيل الطبي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ورئيسة الجمعية السعودية لأمراض السمع والتخاطب منذ عام 2019، وما زلت عضوة بالمجلس الإداري للأكاديمية العربية للسمع والتوازن. التعريف ببرنامج الدكتوراه: بما أن حصلت عليه من بريطانيا، فهو طبعاً كان مقدماً لي باللغة الإنجليزية، وهو PhD in Audiology with Clinical Placement at the Royal National Throat, Nose and Ear Hospital. At that time, UCL was ranked as the fourth top university in the QS World University Rankings 2012 and 2013. بالنسبة لآلية التقديم العامة، يمكنكم الحصول عليها من الموقع المشار إليه في الشاشة. وبالنسبة لمعلومات خاصة عن الدكتوراه في التخصص، فيمكنكم الحصول على ذلك أيضا من الموقع الموضح، وهناك موقع موارد لطلبة الدكتوراه يمكنكم دخوله. بالنسبة لشروط التقديم: في بريطانيا لا يشترط للتقديم للدكتوراه الحصول على ماجستير، وبالنسبة لهذا البرنامج يشترط إما الحصول على بكالوريوس مع مرتبة الشرف الأولى أو الثانية من مؤسسة تعليمية معترف بها، أو الحصول على ماجستير بالمقررات معترف به. وهنا يجب أن أنوه بأن جامعة لندن قد تقبل البكالوريوس، ولكن هناك إشكالية بالنسبة للبعث وبالنسبة للمعادلة. إذا رجعتم بالشهادة من قبل وزارة التعليم، إذ تشترط وزارة التعليم الحصول على ماجستير قبل التقديم للدكتوراه، وكذلك تشترط معادلة الماجستير قبل معادلة الدكتوراه. بالنسبة لمتطلبات اللغة الإنجليزية، فهي موضحة كستاندرد، وهذا ما عرفته جامعة لندن بالحصول على overall grade of 6.5 for the minimum of 6 in each of the subtests in the International English Language Testing System. ولمتطلبات جامعة لندن يمكنكم الدخول إلى الموقع الآتي.
لاستكشاف فرص البحث عبر UCL يمكنكم الاطلاع على فرص منح الدكتوراه والمقدمة من UCL أو من أماكن أخرى، ويمكنكم كذلك التقديم مع فكرة بحث، ويمكنكم الاطلاع على مواقع المشرفين ومناقشتها مع مشرفين محتملين من الموقع الآتي. وننصحكم بتعبئة نموذج التعبير عن الاهتمام بالحصول على درجة بحثية وإرسالها للبريد الإلكتروني في الموقع الآتي، والبريد هو year.pgradman@ucl.ac.uk. للتقديم بشكل رسمي إلى UCL بعد اختياركم للمشرف والاتفاق على موضوع البحث مع المشرف بالإضافة إلى الحصول على الضمان المالي أو البعثة، يمكنكم التقديم بشكل رسمي عن طريق الموقع المشار إليه، وهناك معلومات إضافية للطلاب غير البريطانيين موجودة على الموقع الآتي. يجب تقديم كافة المستندات المطلوبة والتي تتطلب خطة بحث، نسخ من السجلات الأكاديمية موثقة، وخطابات توصية بالإضافة إلى نتائج الاختبار الإنجليزي ونسخ من الشهادات السابقة، ويمكنكم الاستفسار عبر التواصل مع البريد الإلكتروني المشار إليه. مسار البرنامج: بإمكانكم، وذلك طبق للمشرف المختار وخطة البحث الموضوعة، أن تحددوا مسار الدكتوراه سواء كان في معمل أو مختبر أو على الحيوانات أو إكلينيكي سريري. كما يمكنكم البرنامج من حضور المقررات وورش العمل المتخصصة في المجال المختلفة والمقدمة في UCL Ear Institute، بالإضافة إلى ورش عمل ودورات في مواد عامة مثل البحث العلمي مثلاً، بالإضافة إلى دورات وورش عمل التطوير الذاتي والمهارات الشخصية القابلة للتحويل ضمن برنامج تطوير المهارات Doctoral Skills Development Program. وأنصحكم بالدخول إلى الورش والدورات التي تنمي من مهاراتكم في البحث بالإضافة إلى المهارات المختلفة.